انا اول حاجه هعملها اجيب سكينه، هاخد على السمك. طبعا انتوا عارفين الاسماك ما بنحط لهاش ملح كتير، بس انا هاخد على السمك ملح، رشه خفيفه كده، فلفل اسود وكمون، وناخد من الزبدة بتاعة فرن قطعة لا بأس بها، نحطها على الطاسة هنا. اوكي، نجيب السمك على الوش اللي احنا طبعا تبلناه الاول لتحت كده، عشان هتبل الوش التاني ده دلوقتي. تبلناه بايه؟ تبلناه بملح وفلفل وكمون. اهو اي سمك فيليه متوفر في السوق او في البيت نستخدمه. يا اميره اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ملح، اهلا وسهلا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالصحه والسلامه، اتفضلي. انا بحبك قوي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليك. انا اول مره اتكلم في التلفزيون. نورتيني يا حبيبتي، اموري. ربنا يخليك. انا بقول لحضرتك انا كنت تخينه، كنت وزني كان 96، كنت عملت تلفزيون ونزلت بقيت 70، ونفسي ابقى في جسم حضرتك بس مش عارفه. طيب اميره معلش، انا حته الدايت دي ما بخشش فيها، ف معلش سالي فؤاد من 3 لـ4 هي تفيدك اكتر مني بكتير في قصه الدايت دي صراحه، عشان كل واحد يلتزم بايه؟ بتخصصه. طيب قلبنا اهو كده، احنا حطينا ملح وفلفل وكمون على الناحيه الثانيه وقلبنا اهو. طبعا اصلا احنا عندنا السمك استوى، يعني انتوا لو قربتوا كده شويه هتلاقوا ان السمك اوريدي خلاص استوى. انتوا قربتوا، احنا متشكرين قوي. طيب انتوا هتشوفوا دلوقتي ان السمك اوريدي خلاص استوى، خاصه ان احنا مستخدمين موسى صغير. فهنعمل ايه بقى بعد ما استوى واخد الوش من الناحيتين؟ هنرفع السمك على طبق جانبي كده اهو، واتفقنا ان احنا نستخدم اي فيليه عندنا اهو، بنفس الوصفة دي. على فكرة كمان لو عملنا الجمبري بيطلع حلو قوي، يعني سمك أو جمبري. طيب هنا بقى أقوم جايبة زبدة فرن هنا، نلم بيها كل الطعم اللي في الطاسة ده أهو كده. هحط معلقة واحدة من الدقيق، التتبيلة بتاعت الصوص، شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية كمون. نقلب كل ده في بعضه، وناخد بقى كل اللي تحت في الطاسة ده عشان هو ده اللي هيعمل لي طعم في الصوص اهو. هايل هايل هايل، مش عايزة اقول لكم بقى الريحة هنا عاملة ازاي. ننزل بقى فص ثوم مفروم، بصل اخضر متقطع رفيع، شويه شبت مفروم قليل جدا. انا مش عايزه الحاجات دي تغطي على طعم الصوص وعلى طعم الزبده، انا عايزه الزبده هي اللي تبقى ظاهره، هو اسمه صوص زبده، فمش عايزه الحاجات دي تغطي عليهم. حاجات بسيطه قوي يا دوبك تطعم لي الموضوع، مش اكتر من كده. عصير ليمون، بشر ليمون خفيف قوي قوي مش كتير، وخلاص على كده. طيب الصوص ده عايزين تنزلوا فيه السمك وبعدين تقدموه كله مع بعضه ماشي، عايزين تحطوا الصوص هو اللي على الوش ماشي مفيش مشكلة
واحنا بنختم الصوص نديله بعد ما نرفعه من على النار. يعني انا هرفع الطاسه الاول، بعد ما ارفع من على النار اديله بقى مكعب من زبده فرن عشان عايزه طعمها طازه. ما هو كل حاجه بتتحط في توقيت معين من السوى بتدي طعم غير التوقيت التاني، فدي انا عايزاها على سخونيه الطاسه تديني الطعم الفريش بتاع الزبده اهو. يعني نتاكد بس ان احنا بنقلبها عشان قبل ما الطاسه حرارتها تهدى تكون هي ساحت، وفي الوقت ده اكون انا بقى احط ايه السمك في طبق التقديم. خدتوا بالكم ما اخدش مننا 10 دقايق الطبق كله على بعضه، وفي نفس الوقت طعم حلو جدا جدا جدا، وحاجه بقى ايه خفيفه كده شويه. احنا هنهدي بقى اللعب خالص اليومين الجايين في اللحوم والحاجه، عشان ايه كفايه اللي حصل فينا في العيد، سواء فلوس او تقل، يعني تقل على الاثنين، على البطن وعلى الجيب. فهنهدي اللعب شويه بس اليومين دول، ايه نهدى شويه، ناخد بقى كده نتاكد ان الزبده ساحت واختلطت بكل مقادير الصوص اللي احنا جهزناه، واخد بقى ايه بالمعلقه واقوم حاطه على السمك اللي احنا عاملينه. جربوها هيعجبكم جدا ان شاء الله، هيعجب الولاد جدا. الزبده كمان بتخلي